المناسبة ديال الاحتفاء بالذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة هي محطة ذات أهمية، ربما غادي يكون بالنسبة للأجيال الصاعدة ولغير المتتبعين سواء الملمين بهذا الموضوع سواء داخل المغرب أو خارجه، غيكون من المفيد معرفة أن هذا المسار هو تتويج أولا لواحد المرحلة اللي ربما بدأت من التسعينات، من إجراءات اللي كانت اتخذت آنذاك من إطلاق سراح مختفين معتقلين العفو عام إلى آخره، وإلى أن وصلنا إلى محطة المصالحة السياسية يمكن نعتبرها اللي هي حكومة التناوب ديال الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، اللي كان فيها أولا مصالحة مع جزء من المعارضة، أساسي من المعارضة اللي كان ربما التاريخ السياسي نفسه تعرضت فيه المضايقات الاعتقالات الانتهاكات الجسيمة، هذا كان معطى. ولكن مصالحة أخرى كذلك في جانبها هي مصالحة مع مكون جديد في الحقل السياسي اللي هو الحزب الإسلامي آنذاك اللي بدا حزب العدالة والتنمية. فهذه المداخل كانت ربما هي ممكن الأرضية ممكن نعتبرها لهيئة الشروط للتفكير في هذا المجال، ولكن هذه الإجراءات لم تكن كافية لأن كان لابد من أن نجعل الضحايا في صلب هذه الدينامية من خلال رد الاعتبار، من خلال جبر الضرر إلى آخره. ونعرف بأن أول قرار اتخذه جلالة الملك محمد السادس من اللي تولى العرش في جوية 99 كان هو في نفس في الشهر الموالي إحداث هيئة ديال التحكيم لتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة. وكانت هذه الهيئة بطبيعة الحال قامت بمجهود كبير لأنها عالجت ما يفوق 6000 ملف اللي كانت تقدموا لها آنذاك من طرف الضحايا، ولكن كان زاوية واحدة اللي عندها هي مسألة ديال جبر الضرر المادي. ومن الشيء اللي جعل الحركة الحقوقية كانت انتقدت هذا المكون بوحده بأنه غير كافي إلى آخره، خص توسيع الدائرة. ولكن في نفس الدينامية ونفس التفكير اللي بقى بدأ آنذاك سواء بعد المناظرة الوطنية اللي كانت نظمتها حركة حقوق الإنسان، بدأ الحوار آنذاك مع السلطات، وكانت الأفكار باستمرار ترد في عدد من الخطابات الملكية. يمكن أن نقول أبرزها هو الخطاب، الرسالة الموجهة إلى المؤتمر 34 ديال الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان اللي كان ناقد في الدار البيضاء في مارس، كان في مارس 3، كان يؤكد على أهمية مختلف المكونات اللي غادي تجي ضمن المهام الموكولة إلى هيئة الإنصاف والمصالحة. وكان نعرفوا أن ذاك في الفيدرالية كان أحد الوجوه البارزة المغربية داخلها اللي هو الأمين العام آنذاك السيد إدريس اليزامي اللي غادي يصبح فيما بعد عضو في هيئة الإنصاف والمصالحة. فهذا الدينامية بطبيعة الحال توجت بإحداث الهيئة اللي كانت مطلب حقوقي بامتياز، ويمكن وضعها في سياق أو في مقاربة أشمل، لأن أنا بالنسبة لي كان أعتبر بأن هذه واحد المجموعة من الديناميات كانت في تفاعل بين الدولة وبين جلالة الملك مباشرة يمكن نقولها، وفاعلين مدنيين من أبرزها الحقل ديال مجال حقوق الإنسان بهيئة الإنصاف والمصالحة اللي كانت مطلب حقوقي بامتياز، ما كان لا مطلب ديال شي حزب سياسي ولا نقابة ولا ديال أي شيء. ولكن في نفس هذا تنعرفوا بأن هذه الظرفية تميزت كذلك مجموعة أوراش اللي كان فيها تفاعل مع مكونات أخرى من داخل المجتمع المدني والحركة المدنية، هي الحقوق الثقافية واللغوية في خطاب أجدير، هي تعديل مدونات الأسرة كذلك اللي كان عرفت معركة كبيرة على المستوى الوطني بين مختلف الأطياف واللي كان فيها تحكيم ملكي، وكان كذلك النظر إلى تقييم تجربة، إلى جانب تقييم تجربة انتهاكات فجر حقوق الإنسان، تقييم تجربة الحكامة ككل
داخل البلد من خلال تقرير الخمسينيه اللي كانت شاركت فيه واحد المئات شخصيه من مختلف التيارات الفكريه والسياسيه، واللي كان قدم في نفس النهار مع تقرير هيئه الانصاف والمصالحه بالقصر الملكي. دونك هذا كنعتقد بان هذا المسار هو يجب ان نستحضره بشكل كبير، لان حتى قبل الاحداث ديالها مثلا اتذكر في كنت انا ذاك ادير مركز التوثيق والتكوين والاعلام لحقوق الانسان، وهو مركز كان احدث بين وزاره حقوق الانسان والمفوضيه الساميه للامم المتحده، وكان اول ما اعلن عن التوصيه التي قدمها المجلس الاستشاري لجلاله الملك وتم القبول ديالها باحداث هيئه الانصاف، اسبوعين من بعد كنا نظمنا ندوه وطنيه كبيره لجمعات مختلف اطياف حركه حقوق الانسان المغربيه واللي موجوده في داخل المغرب وخارج المغرب، ما فيها المنظمات اللي كاينه في فرنسا في بلجيكا في هولندا، الشخصيات اللي كانت في منظمات دوليه من الشخصيات المغربيه للتداول في الموضوع لسماع الراي، وربما هناك واحد الوثيقه يمكن متوفره هي محطوطه الان هنا هدايا تبرز هذا الوجه. كان في فاتح دو جانبير ديال 2003 اللي كان ديك الساعه الملتقى، ومن ثم بطبيعه الحال غادي تجي مجموعه من اتصالات لانه وفرت فضاء لحوار لسماع فيه الاراء المختلفه سواء اللي انتقد او اللي ساند الى اخره من داخل الحركه، نظرا للاختلاف في بعض القضايا وخاصه الاشكاليه ديال عدم المساءله الجنائيه اللي كانت ديك الساعه نقطه خلافيه داخل حركه حقوق الانسان نفسها، وكانت المناظرة الوطنية وضعتها جانبا على اعتبار انه ما كاينش اتفاق عليها، وحركة حقوق الانسان تنخرط في دينامية المطالبة بانشاء هيئة مستقلة لتقصي الحقائق في هذه الانتهاكات. فهذا هو المسار بطبيعة الحال. التقييم ديال العطاء ربما غادي يخصو مجال اوسع، لان الدينامية لم تكن فقط من داخل هيئة الإنصاف والمصالحة، ولكن كانت مرافقة بديناميات أخرى. مثلا كانت الحركة الحقوقية نشطة في هذا المجال من خلال تنظيم ندوات، من خلال تنظيم جلسات مثلا بالنسبة لمنظمات أخرى موازية لتقديم شهادات، كانت فيها كذلك الدينامية الإعلامية اللي كان ديك الساعة مختلف المنابر الإعلامية يمكن تم ما فيها القنوات الرسمية، القناة الأولى والثانية والإذاعة الوطنية، في مرافقة المسيرات اللي كانت كتم إلى مراكز الاعتقال السرية، إلى تنجمان مارت أكدز إلى آخره. فهناك كان واحد المناخ عام اللي ربما يمكن نقوله كان محتضن لهذه الدينامية، ومعزز بطبيعة الحال بإرادة سياسية اللي عكستها المواقف ديال جلالة الملك في هذا الاتجاه. فهذا هو السياق اللي كنعتقد بانه لابد من استحضاره، لاننا لسنا بصدد واحد الاليه فقط حدثت من طرف الدوله ودارت خدمه، نحن كنا بصدد ديناميه داخل المجتمع اللي فعلا كان تفاعل سياسي على اعلى مستوى، والترافقات كذلك بانخراط مختلف الفاعلين اللي خلق واحد الجو وعطى ميزه لهذه التجربة بالنسبة لي كأول تجربة على مستوى المنطقة العربية، ولكن كإحدى التجارب المتميزة على المستوى الدولي، لأن النتائج التي ستصل إليها لم تتحقق في عدد من التجارب الأخرى. ربما تجربة جنوب أفريقيا عندها شهرة بارزة نظرا للظرفية وشخصية مونديلا وديسمون توتو إلى آخره، ولكن من حيث النتائج التي تمخضت عنها ربما من زاوية المضمون الفعلي هي أقل مما حققت تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة في جبر الضرر، في رد الاعتبار، وحتى المساءلة الجنائية ما كانش شي مساءلة جنائية لأن في جنوب أفريقيا، لأن كانت سياسة ديال دولة، كان السود في عالم والبيض في عالم آخر، ومحيين كاع ما عندهم لا حقوق ولا مواقع ولا الى اخره. فبالتالي التقييم وابراز العطاء ديال التجربه المغربيه مازال محتاج الى مساهمه اولا من ساهموا فيها، وثانيا الى تعريف الاجيال الصاعده، الى كنا كنطالبوا بالحفاظ على الذاكره
المرتبطة بالانتهاكات، فيجب أن نحتفظ كذلك بذاكرة تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة كما صار اللي أعطى نتائج وجعل منه المنتظم الدولي كنعرفوا بأنه كان تنويه بها في تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بعد انتهاء الأشغال ديالها، وكذلك المقرر الخاص اللي غادي يتحدث سنوات من بعد والخاص بالعدالة الانتقالية واللي كيعتبرها من التجارب المتقدمة على المستوى الدولي. فهذا المكسب يجب إبرازه، ولكن يجب مرافقته كذلك بتوفير مجمل المعطيات اللي فرزتها سواء من نتائج جبر الضرر، ما التأخرات اللي كاينه في الحفاظ على الذاكرة والمواقع ديالها، أي خص الأدبيات الرسمية ديال المؤسسة إن صح القول تكون رهنة إشارات الباحثين، وتكون كذلك شهادات ديال صانعي هذه التجربة ومرافقيها، لأن كنعرفوا بأن البناء ديال تجربة العدالة الانتقالية في المغرب يمكن ربما كانت المبادئ العامة معروفة، ولكن الترجمة ديالها والإلمام وتملك ثقافتها الفعلية كانت في خضم هذه الصيرورة. لأن كنتذكر أنا ذاك العمل اللي كنت نقوم به في المركز اللي شرت له هو اتفاق مع مركز دولي للعدالة الانتقالية لترجمة أدبيات العدالة الانتقالية اللي كانت متوفرة آنذاك بالإسبانية، لأنها تمت فقط في جنوب في أمريكا اللاتينية، وبالإنجليزية، أما اللغات الأخرى ما كانت متوفرة. وبالتالي قمنا بترجمة هذه الأدبيات للغة العربية والفرنسية لوضعها رهن إشارات النشطاء حقوق الإنسان، كذلك الأعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة، كذلك لتكون من مختلف مكونات المقصود بالعدالة الانتقالية كمبحث وكمقاربة. وهذا ما جعلنا كذلك نوضعها رهن إشارة المنطقة ككل. أنا ذاك مازال ما حد كان حد يتكلم على العدالة الانتقالية في المنطقة العربية من خلال ورشات إقليمية لنشطاء حقوق الإنسان، من خلال تعميم هذه الفائدة، ومن بعد فيما بعد ما سمي بالربيع العربي كذلك نقل خلاصات هذه التجربة إلى عدد من الدول من ضمنها تونس ومن ضمنها مصر. نأمل أن يكون حاضرا ضمن الأوراش التي أعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنها ستمتد خلال السنة، وأن تتوج كذلك بإصدار مجموعة من الأدبيات في هذا الباب. في الحقيقة ربما النجاح ديال التجربة أولا هو توفر إرادة سياسية، لأن كنعرفوا بأن هذا كان من القضايا البارزة التي طبعت المرحلة ديال العهد الجديد منذ وصول الملك محمد السادس الملك. دونك هذا كانت هذه الإرادة السياسية متوفرة. الجانب الثاني هو واقعية حركة حقوق الإنسان، أي أنها لما بدأ الحوار في هذا الباب تبين بأنه إذا وقفنا فقط عند مبدأ ديال المساءلة الجنائية فربما الدينامية لن تنطلق أصلا. بالتالي كانت القيادات الحقوقية في مختلف مواقعها سواء في المنتدى سواء المنظمة المغربية العصبة المغربية إلى آخره، كان كيقول إلى دخلنا في هذه المتاهة ربما غادي ما نخليوش الدينامية تنطلق. بالتالي كانت هذه الواقعية في العمل. ومن جهة ثالثة هذا الاحتضان العام اللي كان من داخل المجتمع اللي كانت ممكن ربما من الأبرز محطاته هي جلسات الاستماع العمومية اللي كانت نقلات على القنوات التلفزيونية والإذاعة إلى آخره بحضور ممثلين ديال مختلف السلطات، كان مستشار الملك، كانوا مسؤولين حكوميين، قادة سياسيين إلى آخره، فمنظمات دولية، وزعما كان لحظة قوية في المعبرة عن هذا اللي ربما الدينامية ديال الاحتضان ديال هذه الدينامية وفضاء التوسع، فضاء ديال حرية التعبير المرافق لها، أعطى لهذه التجربة شروط النجاح. نعرفوا بأن في هذا الخضم أنتجت أفلام مغربية من انطلاقا من الأدبيات الصادرة عن معتقلين سابقين ومختفين سابقين إلى آخره، اللي نتجوا ديك ساعة واحد العشرات ديال الكتب اللي صدرات. كنذكروا أن الصحف
الوطنية كانت كلها مليئة بالحوارات الموسعة مع مختلف الأصناف ديال الضحايا. دونك هذا الجو العام كنعتقد بأنه اللي احتضن هذه الدينامية ووفر كذلك الشروط ديال حمايتها، وفي نفس الوقت تعزيز الدور ديالها، وكذلك ربما التفاعل بشكل قوي مع الإرادة السياسية التي كانت سعى إلى تصفية هذا الملف بالشكل الذي يضمن الإنصاف ويوفر مصالحة المغاربة مع ماضيهم السياسي.